لولاك ومن هو انسان
العلماء
لهم درجات رفيعه. ويجب في الاسلام تعظيم العلم والعلماء، ولا يجوز الرد على اهل العلم، لان هذا هو اهل التخصص. انت هسه من تودي ابنك للطبيب، الطبيب هو اهل التخصص في تخصصه، يفحص المريض، يكتب له الدواء، انت ما تعترض عليه ولا تحتج به. ليش؟ يقول هذا متخصص، وانما يعمل بتخصصه. عالم الدين كذلك انما يعمل بتخصصه. لا يجوز الرد عليهم والاعتراض عليهم. الفقهاء هم نعم الرسل، الفقهاء الأوصياء على هذه الأمة، الفقهاء والعلماء موضع تبجيل وتقدير في الإسلام. ولذلك إذا تريد تعرف الأمة حية أو ليست بأمة حية جاهلة، شوفها توقر وتحترم من وتعظم من. إذا عظمت أهل الفسوق والفجور والعصيان فهي أمة ساقطة، هذه أمة فاشلة. أما إذا عظمت أهل الدين ووقرت علماءها واحترمت رجالات الدين فيها فهي أمة محترمة وموفقة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. احنا شو وقت نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ إذا التبست علينا الأمور نرجع إلى العلماء. العلماء هم اللي يوضحون لنا، العلماء هم اللي يواجهون الشبهات. ما الفخر إلا لأهل العلم أنه على الهدى لمن استهدى. أدلة العالم أشبه ما يكون بيده قبس شمعة بيده ضياء نور يبدد به الظلام حتى الناس لا تتخبط في الطرقات المعوجة وتسقط أمام المطبات للفتن. عالم الدين ينظر له الطريق بعلمه. ما الفخر إلا لأهل العلم أنه على الهدى لمن استهدى أدلاه. هم قادة القفيل قافلة في الأمام، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تطلب به بدلا. جميل يا إخواني الإنسان خلي يتعلم ويتفقه، لا تمر عليه الساعة واليوم والأسبوع وما يتزود وما يستفيد. هذا وقتك اللي يمر عليك، حاول أن تستثمره، حاول أن تستفيد منه علما نافعا. المجتمع الأوروبي إذا يركب السيارة باص أو قطار ياخذ الكتاب وياخذ ويقرا. ليش؟ يريد يستفيد من الوقت يتعلم. احنا امامنا الصادق عليه السلام يقول: لوددت ان تقع العصا على ظهور شيعتنا حتى ان يتفقهوا. فليتعلم، ليس الانسان جاهل، لان اذا صار جاهل كيف يعبد الله بجهله؟ الله إذا تريد اللجوء إليه، اللجوء إليه بالعلم بالمعرفة. أما إذا صار الإنسان جاهلا
صار سهل الانقياد بيد الشيطان ليأخذه إلى معصية الله. شعر يقول جاءت وقائدها العمى، وإلى حرب الحسين يقودها الجهل. جهل هو اللي قادم حتى يقاتلون الحسين، وإلا هذا الحسين يقاتل وتنصرون منه. يا سبحان الله، شوفوا الأمة صار فيها، شوفوا الجهل شو يسوي. وإنكم كيف بكم تنصرون؟ سللتم علينا سيوفا كانت لنا في أيمانكم، أوقدتم علينا نارا أوقدناها لعدونا وعدوكم. كنتم قلبا حتى تنصرون العدو. عبيد الله بن زياد هذا ينصر، وعلى من؟ على ابن فاطمة الزهراء. شوفوا الجهل يا اخوان ايش يسوي، يعني ان ينصر يزيد وينصر شبر بن ذي الجوشن تحت رايته وينصر شبث بن ربعي، وتطلعون والحسين وآل بيت رسول الله تتركون نصرتكم. هذا الجهل وما يصنع الجهل. لذلك علينا أن نتفقه، علينا أن نتعلم، علينا أن نعيش الوعي والبصيرة، خصوصا البصيرة يا إخوان، بصيرة الدين. ونحن نؤذن عالما من العلماء عرف بعلمه وبصيرته وجهاده وعطائه ومواقفه وتضحياته. هذا العالم الذي نحن في ذكرى فاتحته وفي ذكرى العزاء له، انظر إليه عمره 10 سنوات يا أخوان، هو يقول عن نفسه في النجف الأشرف: 10 سنوات التحقت بالحوزة العلمية في النجف الأشرف، وهو يتتلمذ في جامعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تتلمذ في هذه الجامعة وتعلم، ثم زكاة العلم نشره، ألا وأن لكل شيء زكاة، كل نعمة من أنعم الله فيها زكاة، وزكاة العلم نشره. عاد إلى بلده إلى لبنان، ولما عاد إلى لبنان لأنه عالم متصدي وعالم مجاهد وعالم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومربي للأمة، أخذ يعمل من أجل تثقيف وتربية الأمة، وألف الكتب، ولأنصح بقراءة كتب السيد فضل الله، كتب ذات فكر عميق وذات فكر رصين. اقرأ كتابه الحوار في القرآن الكريم، اقرأ كتابه خطوات على طريق الإسلام، اقرأ كتابه الإسلام ومنطق القوة. إسلام ومنطق القوة، شلون يبرر لك انك انت القوي ايها المسلم، انت القوي، لان القوه ليست بعرض العضلات، القوه ليست بكثره الجن وكثره العدد وكثره السلاح، القوه هي قوه المبدا والحق الذي تحمله. اذا كان المبدا حق فانت قوي بالحق الذي تحمله. يا يحيى خذ الكتابه
وليس لأحد أن تحني هامتك له، وليس لأحد أن تركع وأن تخضع له، إنما الانحناء والركوع لله سبحانه وتعالى. إسلام منطق القوة، كل مسلم يجب أن يعيش قويا في داخله، لا تعيش بعيد، لا تعيش منهزم، لا تعيش بالانهزامية في داخل نفسك. يا أخواني، كل من يحمل الحق فهو قوي، هكذا يريد أن يقول لنا السيد في كتابه، لأنك تحمل رسالة وهي رسالة الإسلام، رسالة الدين الحنيف التي هي سعادة الإنسان في الدارين الدنيا والآخرة. توجه إلى لبنان هذا السيد، أخذ يعمل تثقيفيا توعويا تربويا، وقد تتلمذ على منبره ومن خلال مسجده العديد العديد من المقاومين الأبطال ومن المقاومين الشرفاء كانوا عند منبر السيد فضل الله، وكانت ساحة العمل هي المسجد، المساجد هي المنطلق، هذه هويتنا، احنا هويتنا، احنا مسجديين، اذا بينا ننطلق ننطلق من المسجد، هاي هويتنا المسجد، هويتنا هوية دينية، مطالبنا مطالب دينية، تحركاتنا تحركات شرعية، لأننا ننتمي إلى دين الإسلامي. انطلق السيد من خلال هذا العمل التثقيفي، ثم ألمت بلبنان محنة، محنة سياسية، محنة سياسية، إسرائيل الغدة السرطانية ما تكتفي أنها احتلت فلسطين، تريد توسع، اخذت من الأردن وضفت غربية، اخذت من مصر سيناء، اخذت من سوريا جولان، طبت إلى لبنان. لما طبت إلى لبنان وصلت على مشارف بيروت عند مثلث خلبة، كل من تطبها تجتاح تحتل وتمركز فيها جنود، جنود إسرائيليين تمركزوا فيها، وكأنما واقع عليك أن تقبل بهذا الواقع، خلاص إجت إسرائيل وعليك تقبل. أنا ما أدري فاتحة وتعبين نسلس، وعادة بالفاتحة حديث عن الموت عبر موعظة، شوف الشيخ قاعد يتحدث لنا عن سياسة وعن لبنان، اعذروني لأني أتحدث عن هذا العالم الجميل، فلا بد أن أتحدث عن جهاده وعن مواقفه، لا أستطيع أن أتجاوز مواقف مال التي وقفها في وجه العدو الإسرائيلي. صلوا على محمد وآل بيت محمد. يقول هذه إسرائيل
وقوة نووية أقوى قيام. رحم الله من ذكر قائم آل بيت محمد فقال تصدى السيد إلى المشروع الإسرائيلي على لبنان ووقف مقاوما ومجاهدا ومربيا للمجاهدين، وقد تتلمذ على يديه فدية حزب الله الكوكب الجهادية والطلائع الإيمانية التي سطرت لنا أروع الأمثال في التضحية والفداء وأحيت لنا كربلاء وعاشوراء الحسين. هؤلاء المقاومون الذين كانوا يوجهون الضربات الموجعة إلى إسرائيل، هؤلاء الفتية الأبطال أبناء حزب الله كانوا تربية المنبر والمحراب وتربية الفكر والثقافة وتربية العلم والمعرفة لدى سماحة السيد آية الله فضل الله. كان المجاهد الذي رب المجاهدين، وكان المقاوم الذي دفع بالمقاومين لكي يقاوموا العدو الإسرائيلي، وكان مشروعا إسلاميا كبيرا في المنطقة. جاهد السيد خير جهاد وناضل خير نضال، وقد استلهم من مدرسة جده الإمام الحسين عليه السلام إن الباطل إذا استشرى لا يجوز الركون إليه ولا الانحناء، وإنما يجب عليك أن تواجهه. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى الركون إلى الظلم أو الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذا ظالم ينبغي عليك أن تواجه ظلما ولا يجوز الركون إليه، وقد عمل السيد بذلك. فكان رجل المقاومة ورجل المشاريع الإسلامية، كان إلى جنب الفقراء، إلى جنب الأيتام، إلى جنب الضعفاء. ما كان عالم إلى أهل البلاط وأهل السلاطين، لأن أكون علماء على القسمين يا أخوان، أكون علماء بلاط. هذا عالم مو إلي ولك، هذا عالم لكن عالم بلاطي لأهل البلاط. أهل البلاط يصير عندهم مستشار عندهم يرجعون إليه فيما يريدون من أمور دنياهم، حتى يلبس مؤامرات الظلم أثواب الدين. هذا يقال له عالم بلاط. شرع القاضي من النماذج، شرع القاضي عالم بلاط، وما أكثر علماء البلاط عالم بلاط. هم يريدون ليش؟ حتى يطفون صبغة شرعية على حكمهم وعلى ممارستهم. سيد فضل الله كان ترابيا متواضعا، بابه مفتوح الى الضعفاء، الى الفقراء، الى المساكين، للايتام. انا اعرف عشرات المؤسسات، عشرات الى الايتام اسسها السيد.
السيد حتى أن يرعى الأيتام بها. عشرات الدور التي بناها، مدارس، مؤسسات، مستشفيات، عدة مستشفيات بناها السيد من أجل إعانة الضعفاء من الناس والفقراء. هذا العالم، عالم يجب أن يكون قريب من الناس، ليس بعيد عنهم. عالم إذا صار عالم بلاد هذا خلاص، اغسل إيدك من عنده، ابتزاز اغسله، خلاص ما تحصل منه نتيجة. أما العالم الذي يعيش هموم الناس ومحنة الناس، عالم اللي إذا صدمت بمحنة هو ويا المعروف، هذا هو العالم. سيد فضل الله مع الأيتام، كل أيتام لبنان يجدون مشاريع السيد واصلة إليهم ومساعداته تصل إليهم. أنا توجهت إلى لبنان وزرت مؤسسات السيد فضل الله، شفت شلون مؤسسات كبيرة. قصدت لبنان فإذا بي أرى مؤسسات السيد فضل الله وكأني في دولة السيد فضل الله، دولة السيد هناك. السيد فضل الله كأنه دولة في مؤسساته. هذا يا إخواني من أفضل القربات إلى الله، أذكر أفضل القربات نتقرب بها إلى الله. ليس كثرة الصيام، وليس كثرة الصلاة، وليس كثرة تلاوة القرآن، وليس كثرة الوصول إلى المناسك الحج والعمرة، وإنما من أفضل القربات إلى الله قضاء حوائج الإخوان، ضعفاء الناس، فقراء، أيتام، محتاجين، توقف وياهم. هذا من أفضل القربات إلى الله. سيد فضل الله أسس مؤسسات، وحتى بعد رحيله الآن مضى السيد إلى جوار ربه، وكلنا مضي، ما حد يبقى في الدنيا، لكن مؤسسات السيد موجودة، وخدمات السيد وعطاءات السيد ستبقى تعود إلى الأيتام والفقراء والمحتاجين والمرضى، تعود إليهم بركات ما أسس السيد رضوان الله تعالى على روحه الطيبة. وهذا المعنى، إذا مات ابن آدم انقطع عنه كل شيء إلا الثلاث: علم ينتفع به، قدم الإنسان هو عالم يقدم علم، جزاه الله ألف خير، ترك مؤلفاته وكتب ماله، علم ينتفع به، وولد صالح، ولد صالح، خصوصا إذا رفع الولد كفيه ودعا لوالديه: اللهم اغفر لي واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. والثالثة صدقة جارية، صدقة جارية التي لا تنقطع، تبقى هاي أجر مالها، ثواب مالها يستمر دون انقطاع، لأن أكو صدقة وقتية ليست جارية. أنا لما نمدي لأمر رغيف خبز إلى الفقير، الفقير يأكل رغيف الخبز، هذا صدقة، انتهت الصدقة، أكل الخبز خلاص انتهت. لكن أكو صدقة ثانية ما تنتهي، أنا لما أسوي خباز أقول هذا خلوه خبز ماله إلى الفقراء، أنا حي ميت هذا خلاص خليه يدي للفقراء، هذه قالها صدقة جارية. واحد يأسس لي مثل الحسينيات المباركة، مثل هالأماكن، مساجد، واحد يبني المسجد، كل ما صلى مصلي المسجد، إذا أنت البعني المؤسس أنت إلك نفس الأجر والثواب. كل ما يذكر الحسين في هذه المقامات المؤسسون لهم نفس الأجر والثواب.
لذلك إخواني صدق الجارية أتمنى أن نلتفت لها وأن نؤسس لآخرتنا صدقة جارية تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السيد رضوان الله على روحه الطيبة أدى الأمانة وحملها على أحسن وجه منذ نعومة أطفاله وهو في خدمة الإسلام وفي بيت كله صفاء وولاء ومحبة لأهل البيت أدى الأمانة ثم أنه شاء الله أن يختار أمانته فاختار الله الأمانة. اختار الله الأمانة والسيد انتقل إلى جوار ربه. شوف الأمة التي هرعت من كل حدب وصوت في ألم وحزن على فقد السيد. كل متألم لفقد السيد. كل يعيش الهم والحزن خصوصا في لبنان الذين شافوا مشاريع السيد وخدماته وعاشوا فترة تضحياته وجهاده حتى أن قال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قال كلنا تربينا عند منبر السيد صلى الله عليه وسلم. كلهم تربوا عند منبره وتوجيهاته وعلمه. فلما اختار الله أمانته حصل تشييع مهيب للسيد. تشييع جدا مهيب وفواتح في كل مكان. وهذا تشوفه اكتب الخليج واوروبا وفي افريقيا وفي ايران وغير ايران كلها فواتح الى السيد لان المؤمن يحترم حيا او ميتا له احترامه له قيمته. صار بكل تبجيل وكل احترام وكل تقدير صارت اليه المراسم وذاك التشييع المهيب اللي خرجت جموع الناس رجالا نساء كلها ضلعت في تشييع السيد وكل ذلك توقير واحترام إلى مقامه. أقول يا إخواني الأعزاء هذا المقام الذي للسيد في تجهيزه وفي تشييعه هناك من هو أفضل منه وهناك من هو أشرف منه وهناك من هو أعلى منه لم يحظى بشيء من ذلك وإنما بقي ثلاثة أيام على الغبرة. ثلاثة أيام يا سيدنا جدك جدك الحسين ثلاثة أيام يبقى على غبر كربلاء. أنت يا سيدنا هالجموع اللي حضرت ما حضر منهم أحد حتى يواري جدك الحسين يوم كربلاء. يبقى ثلاثة أيام شلون حاله شلون وضعه منخمد الأنفاس محزوز الراس ملقى على حر الصعيد مرملا على التراب وأشعة الشمس لهيب على جسد الحسين. وإذا صار الليل تأتي الوحوش لأن أرض كربلاء أرض مسبعة تأتي الوحوش له ليلا شو تسوي؟ شوف الجسد تأتي الوحوش له ليلا مسلمة يقول الله أكبر.
يواري هذه الأجساد. نادى ابن سعد فجيب نداء زينب. عند ذلك انتدب عشرة من الخيال بقيادة الأخنس وجاءوا إلى جسد الحسين ووضعته الخيل بحوافرها. أيوة حسين. صاح شبيبي
ألفوا فيه سويد القلب نيران. يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، شافي مرضانا، ارض حوائجنا، اغفر ذنوبنا، فك قيد أسرائنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأن الحاضرين فروا في أنفسهم فردا فردا، ولشرف النبي وآله موتانا وموتاكم، وبالخصوص لروح السيد الجليل آية الله السيد فضل الله، ولروح المرحومة فقيدة السعيدة من اجتمعنا لأجلها. اللهم تغمدهما بواسع رحمتك، واسكنهما الفسيح من جنتك، اخلف على أهلهم في الغابرين، واجعلهما في أعلى عليين، وعندك نحتسبهما يا أرحم الراحمين، لشرف النبي وآله، ولأرواح المؤمنين جميعا نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.